هناك قوات مسلحة وهناك حزب سيصبح فيما بعد اسمه حزب جبهة التحرير الوطني، وهو عملية اغتصاب تاريخي وثورة مضادة على جبهة التحرير الوطني الأصيلة. نعم. الأصلية التي كان هدفها الأساس هو الاستقلال وليس غير الاستقلال. إذن انطلقنا في الجوهر من رؤية مبنية على الثورة المضادة بهذين الجناحين. العملية بسرعة كبيرة انقلبت على ما يسمى بالجمعية التأسيسية ليستقيل فرحات عباس وكل النخب التي كانت آنذاك، وأسسوا لأنفسهم ووضعوا لأنفسهم دستورا على المقاس، وبدأت رحلة الثورة المضادة، رحلة الثقافة الانقلابية، رحلة شخصنة الحكم وعبادة الشخصية من بنبلة إلى بومدين، واستمرت إلى غاية الباثولوجيا الأكبر التي عرفتها الجزائر في مسألة العسكرة والتأطير بنظام حكم مريض ميت زائد باثولوجيا الشخصنة السياسية التي يلخصها شخص عبد العزيز بوتفليقة، بعد باثولوجي، بعد مرضي في علاقته بنظام الحكم، في علاقته بالسلطة، في علاقته بالشعب، في علاقته بمفاهيم الدولة الحديثة، منظومة المؤسسات والقيم التي تبنى عليها الدولة الديمقراطية، وكذلك مفهوم الشعب. إنها الثورة الحقيقية التي انطلقت، الثورة المضادة الحقيقية التي بنينا عليها مشروعا بأوهام ومسلمات بدأت تتآكل سنة بعد أخرى، طيب عشرية بعد أخرى، إلى أن وصلنا إلى الأعطاب التاريخية التي نحن عليها اليوم.